بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلبة الصف الثاني ثانوي، أهلا بكم. هنستكمل مع بعض النهاردة الجبرا أريثمتيك سيكونس. برضه أنا مش هدخل في السيريز دلوقتي، لأني عارف إن السيكونس والأريثمتيك والجيومتريك أفكاره كتيرة قوي، وأنا بحاول أغطيكم كل الأفكار. خلينا بس أفكاركم الأول بإيه هي الأريثمتيك سيكونس كده. هنبدأ لما كنا بنقول الأريثمتيك سيكونس هي عبارة عن فانكشن، لكن هي عبارة عن مجموعة من الترمات. أول ترم عندي إيه، الترم اللي بعده A بلس D، الترم اللي بعده A بلس 2D، A بلس 3D، وهكذا. في كل مرة بزود D، لأن الأصل اللي آخر ترم عندي اسمه L، آخر ترم اللي هو L ده. لما كنت بمشي كده، ما كنا يا جماعة بنمشي كده بنزود D. طب لو أنا راجع كده هنقص D، فإذا كان ده اسمه L، آخر ترم ده اسمه L، يبقى الترم اللي قبل منه هيبقى ال ماينس دي. بنقول تاني اول ترم اسمه ايه، زودت عليه مقدار ثابت اسمه دي، حصلت على الترم التاني، يبقى ده الفيرست ترم. لما زودت تي حصلت على السكند ترم. ال a بلس دي هزود عليها دي تبقى a بلس 2 دي، دي بلس دي ب 2 دي، اللي هي ايه يا جماعه؟ ثيرد ترم، اللي هي ثيرد ترم تي 3، a بلس 3 دي اللي هي تي 4، وهكذا لان احصل الى ال دوت اللي هو اسمه تي لاست، الترم الاخير. قلت لكم برضو بفكره تانية وبطريقه تانية، طب ما تحاول تلغي الفيرست تيرم واللاست تيرم. الترمات اللي بينهم هيبقى اسمهم ايه يا شباب؟ الترمات اللي بينهم هيبقى اسمهم مينز، وهنسمي اول واحد عندي هيبقى ام 1 فيرست مين، ده سكند مين، ثيرد مين. خلي بالك الفيرست مين اللي هو السكند تيرم، السكند مين اللي هو الثيرد تيرم، الفيرست تيرم هو مين؟ لا. طب ال L ماينس زي ده يا جماعه هيبقى المين لاست، اللي هو ال L ماينس دي. جميل جدا. قلنا كمان بعد ما شرحنا الكلام الجميل ده، قلنا ايه؟ طيب الدي ده هيت اللي هي الكومن ديفرنس، برمز لها بالرمز دي. دي عباره عن ايه يا مستر؟ عباره عن اي تيرم تي ان بلس 1 ماينس تي ان، تي ان ماينس تي ان بلس 1 ماينس ان، اي ترم ناقص الترم اللي قبله. طيب وقلنا ان ال ال ده اللي هو لاست ترم. طيب وقلنا حاجه كمان، التي 1 اي بلس 0 دي، تي 2 اي بلس 1 دي، الرقم اللي هو ما بيتضرب في دي ده اقل من الرقم ده اهو ب 1، التي 3 اي بلس 2 دي، فلو دي ان تبقى ده ان ماينس 1، اذا التي ان هتساوي اي بلس ان ماينس 1 دي. ده جنرال رول للتي ان، تي ان ايكوال اي بلس ان ماينس 1 دي. طيب الام 1 بايه بلس 1 دي، الام 2 اي بلس 2 دي، نفس الرقم، ال 2 هي 2، اذا اقدر اقول ان الام ان اللي هو المين الان يعني عباره عن اي بلس ان دي. ده كلام جميل جدا. معلومه بس كده جديده، او هي مش جديده، احنا واخدينها من اولى اعدادي تقريبا. لو انا عايز اجيب المين ذا مين اوف two numbers A and B، مجمع ال two numbers هما two وأقسمها على two. طب the mean of A and B and C هتبقى A plus B plus C over three. طب لو four numbers أجمعهم وأقسمها على four. الجديد بقى عندنا النهاردة يا جماعة، لو عندي مجموعة من الترمات، خمس ترمات، ست ترمات، عشر ترمات، طبعا ال N، ال N دي number of terms أو الأوردر of term، ترتيب الايه؟ الترم او number of terms. جميل. هناخد بقى المجموع ثلاث ترمات، اربع ترمات، عشر ترمات، summation of number of terms. ده ليها رول، رول جميل كده ومجل ومحترم، واللي اس ان ايكوال ان اوفر 2 multiply 2a plus n minus 1d. الكلام ده كله multiply d، n minus 1 times d. جميل جدا. في شكل تاني للرول، n over 2 multiply a plus l. اهي ظهرت ايه اللي ايه اللي انت عمال تقول ايه، هو اداها لنا وما استعملهاش لحد دلوقتي ليه؟ طبعا احنا عارفين ال n اللي هو عدد الترمات، ال a first term، الدي اللي هو الكومن ديفرنس، ال اللي هو لاست تيرم،
الـ A first term، الـ N اللي هو number of terms أو order of term. في رول تالت اللي هو بنقول عليه بقى احنا السيريس، الـ SN equal، الـ SN equal الرول التالت عبارة عن سيريس من R equal 1 لـ N حسب عدد الترمات. للرول اللي هو general term TN، أي رول من التلاتة حضرات يجيب لي السميشن بتاعة السيكونس. على فكرة أنا مش هشتغل الجزء ده النهاردة خالص، أنا برضو هعمل شغل ده مش هشتغله النهاردة خالص، هعمله حصة بخصوص لوحده، لكن هحل مسائل على كل الكلام اللي احنا خدناه قبل كده. تعالوا بينا نبدأ بالمسائل كده ونشوف إن شاء الله بإذن الله هتتحل إزاي. المسألة الأولانية دي بتقول إيه؟ مثال بقى عشوائية كده على إيه؟ على الدرس ده نفسه. بيقول لي تي إن إز إن أريثمتيك سيكونس، يبقى أنا عندي أريثمتيك سيكونس. إن ويتش تي 6 إيكوال 16، تي 6 يعني A بلس 5 دي. T6 يعني A plus 5D is equal 16 and D20 يعني A plus 19D is equal negative 26. Find the sequence. هات لي السيكونس. أنا كده كونت اتنين equation. الاتنين equation has two variable. الاتنين equation with first degree. أحلهم بالأوميتنج ميثود اللي خدناه في إعدادي زمان. أول إيكويشن كان بيقول لي T6 equal 16، T6 يعني A plus 5D equal 16. الثانية اللي هي T20 اللي A plus 19D equal negative 26. أنا همسك الإيكويشن اللي فوق دي أضربها في نيجاتيف، في نيجاتيف، في نيجاتيف، وأقول by adding negative A plus A طارت 15D minus 5D is equal 14D وبوزيتيف is equal negative 16 minus 26. يطلع عندي result بكام يا شباب؟ يطلع عندي result ب negative 42، negative A 42. هقسم الطرفين الاثنين على ايه؟ هقسم الطرفين الاثنين على 14 over 14 over 14. يطلع عندي D بتساوي negative 3. كده جبنا قيمة الD. جميل، تعال بينا نكمل ونجيب له الA. هقوم اقول له A plus 5 times negative 3 is equal 16. يبقى A equal 16، 5 times negative 3 negative 15. هودي negative 15 الناحية التانية، يبقى 16 plus 15 يبقى الA equal 31. يبقى يا شباب الأريثماتيك سيكونس هتكون بالشكل الآتي. أريثماتيك سيكونس R، أول ترم 31، هزود نيجاتيف 3 عليها تبقى 28، هزود نيجاتيف 3 عليها تبقى 25 وكما نقط كده. يبقى احنا كده ايه؟ وصلنا لاخر ترم عندي. ما تيجي بينا نشوف مسألة تانية على الكلام الجميل ده. تمام، نمسح دي كده. السؤال بيقول ايه يا حضرات؟ سؤال بيقول find arithmetic sequence whose sixth term، الترم السادس 20، ترجم sixth term يعني T6 يعني A plus 5D is equal 20 and the ratio between fourth term and 10th term is equal 4 over 7. 4th term يعني T4، 10th term يعني T10 is equal 4 over 7. أترجمها 4th term يعني A plus 3D over T10 يعني A plus 9D is equal 4 over 7. الخطوة اللي بعدها أنا هعمل هنا cross multiplication، ده في ده وده في ده. 4 times أو 7 times A الأول ب 7A plus 3 times 7 21D is equal 4 times A 4A
بلس 4 تايمز 9 دي ب 36 دي. هنقل الفرق الناحيه دي وال 21 الناحيه دي، يبقى اذا 7a ماينس 4a از ايكوال 36 دي ماينس 21 دي، مكملين برضو، يبقى هنا 3a ايكوال 36 ماينس 21 از ايكوال 15 دي. هقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3، يبقى a ايكوال 5d. حاول تعويض substitution، اجيب ال a دي واحطها، يبقى هنا هو 5d بلس 5d از ايكوال 20، يبقى 10d ايكوال 20، يعني الدي يا جماعه بتساوي 2. جبنا الدي بكام؟ ب 2. وبعدين هرجع اعوض هنا واقول له يبقى a بلس 5 تايمز 2 10 از ايكوال 20، ان الاتنين الثانيه تبقى الاي بتساوي 10. بكده يا شباب قدرنا نحصل على السيكونس بتاعتي اللي قيمتها هتكون كالاتي. اول ترم عندي A ب 10، يلي بزود 2 تبقى 12، ازود 2 تبقى 14، ازود 2 وهكذا الى ان اصل الى اخر ترم عندي. ماشي، نشوف السؤال اللي برضو اللي بعد منه. بيقول لي ايه بقى السؤال؟ هو يا جماعة السيكونس arithmetic sequence او geometric sequence ده استعراض كده، وشوف الطالب لسه شاطر في الماس بتاع زمان ولا لا. كل الالجبرا اللي انت درستها حضرتك في مرحلة اعدادي او اولى ثانوي انت بتشتغل بيها دلوقتي. الجبرا الجبرا يعني. Tn is an arithmetic sequence in which t2 plus t4 equal 42. نترجم t2 يعني a plus d plus t4 اللي هي a plus 4 a plus 3d is equal 42. اللي ينبقى أكتر a plus a to a plus d plus 3d 4d is equal 42. لما اكتر هقسم على 2، على فكره دي a مش دي، تبقى هنا a بلس 2d از ايكوال 21. هنقل ال 2d ناحيه ثانيه تبقى a ايكوال 21 ماينس 2d. بروزها كده اهو، كده حصلنا على ال a بتساوي 21 ماينس 2d. تعالى نشوف الجزئيه اللي بعد كده. بيقول لي t 3 يعني a بلس 2d تايمز، ماشي تايمز t5، t5 اللي هي a بلس 4d، مالها يا عم؟ از ايكوال 315. مستر ممكن بعد اذن حضرتك اشيل ال a بلس 2d ده هي كلها واحط بدلها 21؟ مش عيب. مستر بعد اذنك تاني اشيل ال a ده هي واحط بدلها 21 ماينس 2d، 21 ماينس 2d بلس 2d از ايكوال 315. وماله برضه مش عيب. هقسم هنا على 21 واقسم هنا برضه على 21. ال 21 دي راحت من 21 دي، يبقى لنا 21 ماينس نيجاتيف 2 دي على فكره دي 4 بلس 4 دي، يبقى نيجاتيف هيبقى لي هنا ايه بلس 2 دي از ايكوال 315 ديفايدد 21 از ايكوال 15. هنقل 21 الناحيه الثانيه، يبقى 2 دي از ايكوال 21 بس بالنيجاتيف، لا يبقى نكتبها في الاخر نقول 15 ماينس 21. بكده يا جماعه انا كده هحصل على الدي بمنتهى السهوله، هقول له يبقى 2 دي از ايكوال نيجاتيف 6 يعني دي از ايكوال نيجاتيف 3. هعوض هنا اهو، اقول له يبقى ايه ايكوال 21 ماينس 2 تايمز نيجاتيف 3 بتساوي يبقى هنا 21 بلس 6 is equal 27. كده نقدر نقول له ان السيكونس بتاعتي هتكون، يبقى arithmetic sequence r ايه بقى 27 زود نيجاتيف 3 تبقى 24 زود نيجاتيف 3 تبقى 21
ما زودش، ده احنا كده حصلنا على الارثماتيك سيكونس بتاعتي مظبوطه ان شاء الله باذن الله. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي four numbers، اربع ارقام form arithmetic sequence، بيكونهم arithmetic sequence. جميل. their sum مجموعهم equal 36 and the sum of their sequence مجموع مرب... the sum of their squares مجموع مربعاتهم equals 344. find this number. طبعا احنا اسئلتنا يا جماعة كلها بتبقى ايه؟ choose. فانا هستعمل آلة كتير عشان اختصر الستبس بتاعتي. four numbers، هخلي النمبرز بتاعتي a مجموعهم كام؟ four numbers form arithmetic sequence، بيكونوا arithmetic sequence. their sum مجموعهم 36، يبقى أول ترم A، تاني ترم A بلس D، ترم التالت A بلس 2D، فورث ترم هيبقى A بلس 3D is equal 36. نكمل يا مستر هنا؟ أه نكمل. نجمع A بلس A بلس A بلس A for A. طب هنا D بلس 2D 3D بلس 3D تبقى 6D، يبقى بلس 6D is equal 36. ده كلام جميل. معلش يا جماعة أنا هقسم الحلقة الأول تبقى هنا 4A is equal 36 minus 6D. هقسم الإيكويشن كلها على 4، يبقى الـ A equal 36 divided 4، هنا طبعا divided 4، هنا divided 4. 36 divided 4 ب 9 minus 3 over 2D. ده كلام جميل. بروز هناك دوت ونشوف الطلب التاني او المعلومه التانيه. المعلومه التانيه بيقول لي ايه بقى؟ مجموع مربعاتهم their sum of squares يعني a باور 2 بلس a بلس d باور 2 بلس a بلس 2d باور 2 بلس a بلس 3d باور 2 is equal الرقم اللي هو مدولي كام؟ 344. كله ركز معايا قوي وصحصح معايا في اللي انا هعمله دلوقتي حالا. هبدا اعوض a باور 2 تنزل زي ما هي زي الباشا كده، تنزل باشا باشا. ال a باور 2 تنزل زي ما هي بلس شيل ال a وحط بدلها 9 ماينس 3 اوفر 2 دي، يبقى الناتج هيبقى عبارة عن ايه يا جماعة؟ الناتج هيبقى عبارة عن A نيجاتيف 3 over 2 دي بلس دي تبقى نيجاتيف هاف دي. معلش تاني نقول بالراحة كده، نمسح الأول. معلش أنا هحاول من البداية على طول. شيل الـ A واحدة بدلها 9 ماينس 3 over 2 باور 2 دي بلس بريكت A، هشيل الـ A واحدة بدلها 9 ماينس 3 اوفر 2 بلس 3 اوفر 2 دي بلس دي، يعني نيجاتيف 3 اوفر 2 بلس هاف، اعملها بالـ A تطلع بنيجاتيف هاف دي باور 2 بلس. شيل الـ A دهيت حط بدلها 9 ماينس 3 اوفر 2 دي بلس 2 دي تبقى بلس هاف دي باور 2 بلس تاني. شيل الـ A كمان مرة حط بدلها 9 minus 3 over 2 دي بلس 3 دي يبقى بلس 3 over 2 دي تاني باور 2. كده احنا كتبنا الاربع ترمات is equal 344. انا كل A شلتها واحدة بدلها A minus 3 over 2 دي وجمعت النيجاتيف 3 over 2 دي بتدي اللي عندي سواء كانت 2 دي او 3 دي او دي، فطلع الناتج اللي قدامي ده. معلش بقى ممكن حضرتك كده تستعمل معايا الآلة كده بالراحة. هعلمك حاجة على الآلة جميلة جدا جدا هطلع بيها الدي وش. حضرتك هتمسك الآلة اللي هي الفضي 99 570 وبعدين نفتح براكت 9 ماينس المفروض فينا دي، اعمل فراكشن 3 اوفر 2
وبعدين يا جماعه اطلع فوق جنب السي اوفر 2 عايز اكتب دي، لا مش هكتبها دي انا هكتبها اكس، ادوس الفا براكت يمين كتبت اكس وبعدين اقفل البراكت وبعدين ادوس على اكس بار 2 كده عملتها بار 2 وبعدين بلس افتح براكت تاني 9 ماينس فراكشن 1 اوفر 2 اطلع جنب الهاف الفا براكت يمين اقفل براكت باور 2 وبعدين بلس براكت تالت 9 وبعدين بلس فراكشن 1 اوفر 2 واكتب الاكس جنب الهاف يعني الفا براكت يمين واقفل براكت باور 2 اخر مره بلس براكت اخير 9 بلس فراكشن 3 اوفر 2 3 اوفر 2 واطلع فوق جنب ال ال سي اوفر 2 ادوس الفا براكت يمين الفا براكت يمين واقفل الايه البراكت. هعيد تاني اللي انا قلته عشان الناس اللي ما بتبقاش مركزه معايا ومتسربعه على الالات تمام. هقول تاني هفتح براكت اكتب 9 وبعدين ماينس وندوس على الفراكشن اكتب 3 اوفر 2 وبعدين اطلع جنب 3 اوفر 2 جنب الفراكشن يعني ادوس الفا براكت يمين كتب لي اكس اقفل البراكت وادوس اكس بار 2. هكرر الكلام ده لحد ما اوصل لاخر حاجه عندي خالص اللي هي 9 بلس 3 اوفر 2 دي بتون براكت بار 2 باور 2. عايز اكتب ايكوال اكتب الايكوال ازاي ركزوا معايا بدوس الفا وتحت كلمه شيفت في زرار كده مكتوب عليه سي اي ال سي وتحت منه سولف او ايكوال ادوس عليه اكتب لي ايكوال وبعدين ادوس شيفت نفس الزرار وادوس ايكوال يجي مطلع لي الناتج بتاعي تاني. سوري معلش انا نسيت حاجه نسيت حاجه معلش انا بعد ما كتبت ايكوال هدوس ايكوال 344 ما كنتش كتبت بقيه ايكويشن 344 وبعدين ادوس شيفت سولف ايكوال يطالع عندي الريزلت طبعا هو بتغيب شويه لما بتعمل الحسبه بتاعتها يطالع عندي الدي بكام يا جماعه الدي بكام يا جماعه ان شاء الله الدي بتاعتي تطلع ب 2 هي لسه حتى الان ما طلعتش على النت الحمد لله طلعت اكس ايكوال 2 جبنا الاكس بكام الدي ب 2 دي اللي هي الاكس. هدوس شيفت 1 رجعت الاله زي ما كانت والحكايه دي هقولها لكم كتير ان شاء الله باذن الله. كده احنا جبنا الدي عايز الاي او ما اقول له ايه ايكوال 9 انا بعوض هنا ماينس 3 اوفر 2 تايمز 2 2 دي راحت بقى 2 دي تبقى 9 ماينس 3 6 يبقى الاي ب 6 والدي ب 2 كده انا اقدر اكتب السيكونس بمنتهى السهوله. يبقى هقول له اريثماتيك سيكونس ار ار ايه بقى 6 و8 و10 وكفايه حضرتك كده كمل انت. نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي What is the value of n ما هي قيمة ال n يعني عايز ال n أو order أو number of sequence number of terms. What is the value of n in arithmetic sequence whose first term يعني ال a ال a بكام؟ ال a ب 3 وال t n ب 39 ماشي وال t 2 n بتساوي 79. بصوا ركزوا معايا بقى عشان رخمه شويه انت ممكن تغلط وتجي له ايه طب تي 1 تعود على ان ب 1 تقول تي 1 ايكوال تلاقيه ايه ب 39 بس الايه اصلا مش ب 39 ماشي. انا هعمل ايه انا هكتب القانون بتاع جنرال رول تي ان ده اهي ليه ايه بلس ان ماينس 1 دي از ايكوال 39 اقعد على ايه ب 3 يبقى هنا 3 بلس ان دي ماينس دي از ايكوال 39 وكتبت ارجع اكتب لي هو تي 2 ان يعني ايه بلس ال ان ماينس 1 هتبقى 2 ان ماينس 1 دي از ايكوال 79 اقعد على ان بي 3 تبقى هنا 3 بلس 2
2ND دي ماينس دي is equal 79. ماشي، ركز معايا بليز، اظبط الايكويشن دي واظبط الايكويشن دي. هنا ان ماي ان دي ماينس دي از ايكوال، دي كانت 39، حلل ال 3 دي الناحيه الثانيه تبقى 39 ماينس 3 36، برضه حلل دي الناحيه الثانيه يبقى هنا 2 ان دي ماينس دي از ايكوال 79 ماينس 3 تبقى 76. هعمل سبتراكتنج الاثنين ايكويشن، يعني اضرب دي في نيجاتيف تبقى دي نيجاتيف ودي بوزيتيف تبقى دي نيجاتيف، يبقى لي هنا ان دي از ايكوال دي راحت ودي يبقى لي 40. ارجع حضرتك عوض في الايكويشن دي قول له طيب خلاص يبقى ان دي ليها 40 ماينس دي از ايكوال 36، انقل ال 40 الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف دي از ايكوال 36 ماينس 40 يبقى نيجاتيف دي ايكوال نيجاتيف 4. اكنسل النيجاتيف دي مع النيجاتيف دي، يبقى اذا كده احنا جبنا الدي بكام يا شباب؟ الدي اصبحت بفور. هو ما كانش عايز السيكونس، ما انا كده خلاص بما ان الاي عندي ب 3 والدي ب 4 يبقى اذا السيكونس هي 3 زود 4 تبقى 7 زود 4 تبقى 11. لا هو عاوز الان. طب ما هنا هقوم اقول له الدي ب 4 تبقى 4 ان ايكوال 40، اقسم هنا على 4 واقسم هنا على 4 تبقى الان بتساوي التاني، يبقى عدد الترميات 10 ترم، يبقى لان ده هي 10 ترم، يبقى هو هنا كان يقصد ان ده هي مش تي 1 ولا دي تي 1 ولا تي 2 لو عوضت على ان 1، لا دي تي 10، دي تي 10 ب 39. جميل، شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بقول لي ايه بقى؟ The difference between two numbers، الفرق بين رقمين is 5. The difference between two numbers، الفرق بين رقمين 5. الرقمين دول ما قاليش انهم arithmetic ولا حاجة، فأنا هحسب لي الرقمين أي رقمين A minus B، difference بتاعهم كام؟ 5. And their arithmetic mean، الـ arithmetic mean بتاعهم يعني A plus B over 2 is equal 6.5. بقول لك ايه؟ ما تضرب الايكويشن دي طرفين الاثنين في 2، تبقى الايكويشن الثاني دي عباره عن ايه؟ بلس بي 2 تايم 6.5 ب 13. بقوا اثنين ايكويشن عبط وسهل جدا، حاول باي ادنج دي بالسلامه، يبقى هنا 2a ايكوال 5 بلس 13 از ايكوال 18، هقسم هنا على 2 واقسم هنا على 2 يبقى a ايكوال 9. جبنا الايه بكام؟ ب 9. جميل، وبعدين هعوض في الايكويشن A بلس B ايكوال 13، يبقى اذا 9 بلس ال B معرفهاش ايكوال 13، انقل ال 9 الناحية التانية يبقى B ايكوال 4، يبقى 2 numbers 9 and 4، ال 2 numbers 9 and 4، ما اقولش ال A ب 4 وال أصل أنا ده اللي فرض، يعني هقول ال 2 numbers 9 and 4. السؤال اللي بعده بيقول لي في ايه؟ Two numbers the ratio between them 3 to 10 and their arithmetic mean 13. Find the two numbers. على فكره ممكن اقول ان التو نمبرز كده حل سريع قوي، تو نمبرز or 3x و 10x. arithmetic mean يعني 3x plus 10x over 2 is equal 13. اضرب الطرفين هنا وهنا في 2، يبقى 3x plus 10x. اولا طبعا لما اضرب هنا في 2 2 دي راحت ودي تضرب في 2 تبقى ايه؟ تبقى 26. واجمع 3 plus 10 13x
equal 26. اقسم هنا على 13 واقسم هنا على 13 تبقى x equal 2. يبقى التو نمبرز، التو نمبرز سؤال عبيط قوي بس موجود عندنا الاسئله دي. اضربها في 2 تبقى 3 تايمز 2 6، الرقم الثاني 10 تايمز 2 20، يبقى الرقمين 20 و 2. السؤال اللي بعده، بس نمسح دي بقى. ها السؤال بيقول يا جماعه ايه؟ insert 16 arithmetic mean between 27 and negative 24. ركزوا معايا عشان شوف كل كلمه اللي قلتها بستخدم لها مسائل في الحاله دلوقتي، يعني في الحصه اللي فاتت واللي قبلها في حاجات انا شرحتها في المينز والام 1 والام 2 ما حلناش عليهم مسائل، النهارده بقول احنا بنحل عليهم مسائل اهو. انا عندي first term 27، بعدين في هنا ترمات كتير او مينز، واخر ترم نيجاتيف 24. هو بيقول لي دخل بينهم 16 مينز. اذا السيكونس دي كلها مكونه من كام ترم؟ 18. يعني ادي واحد وادي التاني وفي 16 هما 18. يبقى الفيرست ترم اللي هو الاي ب 27 والنيجاتيف 24 ده يا جماعه عباره عن تي 18. ما احنا قلنا ان هما 18 ترم، اتحلت المساله. فاهم؟ هتعرف تجاوب صح. انا دخلت 16 مينز بتوين الفيرست واللاست، يبقى هما كلهم 18 ترم، يبقى النيجاتيف 24 ده اللي هو تي 18. التي 18 يعني a بلس 17 دي از ايكوال نيجاتيف 24. شيل الايه واحط بدلها 27 بلس 17 دي از ايكوال نيجاتيف 24. حل ال 27 دي الناحيه الثانيه، يبقى 17 دي از ايكوال نيجاتيف 24 ماينس 27، لا بلس سوري انا اسف فيها ماينس فعلا. يبقى هنا 17 دي از ايكوال نيجاتيف 24 ونيجاتيف 27 از ايكوال نيجاتيف 51. هقسم هنا على 17 وهنا على 17، يبقى دي ايكوال نيجاتيف 3. هو كان بيقول لي دخل لي كام مين؟ 16 مين. اول مين مش هكتب له 27، لا 27 ده اول فيرست، اول ترم. يبقى اول مين هقول 27 ماينس 3 تبقى 24. يبقى اقول له ذا مينز ار 24 زود نيجاتيف 3 تبقى 21، زود نيجاتيف 3 تبقى 18، واعمل نقط كدهوت. اخر ترم كان عندي نيجاتيف 24، هنقص من النيجاتيف 24 هنقص نيجاتيف 3 تبقى نيجاتيف 21. دول ال 16 مين اللي هو عاوزهم. نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده يا شباب، نرى مع بعض السؤال. find arithmetic sequence whose ninth term 25.
and the arithmetic mean between the third and the fifth term equal 10. تعال نترجم. Find the arithmetic sequence, حاضر يا فندم, whose 9 term T9 equal 25. يعني A plus AD equal 25. قفلت خلاص. And the arithmetic mean يعني هجمع between the third يعني T3 اللي A plus 2D plus fifth term اللي A plus 4D كلام ده over 2 لأن هي الأرثماتيك is equal 10. هعمل cross multiplication تبقى هنا إيه وجمع برضو. طبعا 1D times أي حاجة ما تفرقش. A plus A to A plus 2D plus 4D 6D is equal 2 times 10 20. حاسم الإيكويشن كلها على 2 تبقى هنا إيه plus 3D is equal 10. دي إيكويشن. في إيكويشن تانية هكتبها تحت منها إيه A plus 3D is equal 10. هعمل subtracting على طول. دي تبقى نيجاتيف دي تبقى نيجاتيف دي تبقى نيجاتيف. باي باي. 8D minus 3D 5D 25 minus 10 15. هقسم هنا على 5 وهنا على 5 يبقى الدي بتساوي كام يا جماعه؟ يبقى الدي بتساوي 3. كده احنا جبنا دي ب 3. ماشي. هقعد في اي كويشن منهم اطلع ال A تبقى A بلس 3 دي يعني 3 تايم 3 9 يكوال 10. ودي 9 الناحيه الثانيه تبقى ال A بتساوي 1. يبقى ال مين بتاعتي السيكونس بتاعتي تعالى نشوف السؤال كان بيقول ايه اصلا. Find the arithmetic sequence. يبقى arithmetic sequence يا جماعة تبقى عبارة عن إيه؟ arithmetic sequence 1 زود 3 تبقى 4 زود 3 تبقى 7 زود 3 تبقى 10 وهكذا. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ Find the arithmetic sequence whose sum of its second and fourth term mean equals. لا استنى بقى. Find the arithmetic sequence whose sum اللي مجموع ايه؟ fourth mean second and fourth mean السكند mean plus الفورث mean مالهم equal to and 7 mean greater than يعني minus أو more than يعني minus the third mean by 4 mean M يا جماعة اللي احنا كنا بنكتبها وابتدينا نشتغل بها النهاردة اهو. ال M2 معناها A plus 2D. ال M2 مش غير T2 plus M4 معناها A plus 4D is equal 12 A plus A to A plus 2D plus 4D 6D is equal 12. اسم كلها على 2 تبقى هنا A plus 3D is equal 6. ده أول equation. تعالى هنا M7 يبقى A plus 7D minus M3 يبقى A plus 3D بس النيجاتيف تدخل على الاثنين تبقى نيجاتيف A minus 3D is equal 4. A minus A بالسلامة 7D minus 3D equal 4D equal 4. يبقى تجيب كام يا رجالة ب 1. حلو قوي. عوض هنا تبقى A plus 3 times 1 ب 3 is equal 6. ال 3 الناحية التانية يبقى يا سادة يا كرام ال A بتساوي 3. يبقى ال sequence يا جماعة عبارة عن ال arithmetic sequence or 3 زود 1 4 زود 1 5 زود 1 6 زود 1. هو كان طالب ايه؟ كان طالب find the arithmetic sequence. جبنا له ال arithmetic sequence. معايا يا شباب بقى نشوف المسألة دي بتقول ايه؟ بنقول some arithmetic means are inserted between 20 and 170. يبقى انا عندي مجموعة من الترمات. الترم الأولاني اسمه 20
وبعدين ترمات كتير، واخر ترم كان 170، حطينا بينهم مجموعة من المينز، سم اريثمتيك مينز انسرتد بتوين 20 اند 170. If the sum of the 15s and 20s are mean 15 means يعني M15 plus 20 means يعني M20 is equal 5 times the 5th means اللي هي M5. دي حاجة جميلة. هبدأ أعوض، خلي بالك إن دي الـ A ودي L. ال 15 ام 15 معناها ايه؟ بلس 15 دي زي ما هي، بلس ال ام 20 معناها ايه؟ بلس 20 دي از ايكوال 5 تايمز ايه بلس 5 دي. هعوض عن كل ايه تقابلني ب 20 واجمع كمان دي ايه ودي ايه 20 بلس 20 40 بلس 15 دي بلس 20 دي 35 دي از ايكوال ال A بكام قلنا؟ ال A ب 20، 5 times 20 ب 100 بلس 25 دي، هنقل دي الناحية دي وهنقل دي الناحية دي، تبقى هنا 40 minus 100 is equal 25 دي minus 35 دي. جمع جمع هنا يبقى negative 60 is equal negative 10 دي، اقسم هنا على negative 10 وهنا على negative 10 يطلع عندي الدي بكام يا شباب؟ ب 6. جبنا الدي ب 6. انا عايز اجيب الدي، لا انا مش عايز اجيب الدي، انا عايز اجيب الان. طيب ما انا كده خلاص بقى عندي السيكونس، اقول له 20 وبعدين ازود 6 تبقى 26، ازود 6 لحد ما اوصل واعدهم. لا الموضوع ابسط من كده. اخر ترم عندي كان اللي هو 170، انا هعتبره ان هو تي جنرال كده، تي ان بيساوي 170. وضروري يا جماعه التي ان بيساوي 170، التي ان دي عباره عن A بلس ان ماينس 1 دي يكون 170. عوض بقى حضرتك عن كل ترم يقابلك بما يساوي، عن كل حاجه تقابلك بما يساوي ال A ب 20 بلس ان ماينس 1 ما اعرفهاش، الدي انا لسه جايبها حالا ب 6 يكون 170. ال 20 دي تتنقل الناحيه الثانيه تبقى هنا 6 ملتبلاي ان ماينس 1 يكوال 170 minus 20 150. هقسم الطرفين الاثنين على كام يا جماعة؟ على 6 over 6 over 6، يطلع عندي n minus 1 is equal 25. هنقل ال 1 دي الناحية التانية تبقى n equal 26. يبقى عدد ترمات السيكونس دي يا جماعة 26. يبقى عدد ترمات المينز كام؟ يبقى هقول له the number the numbers of means is equal 24. ليه؟ هم عدد الترمات 26 الاولاني والاخراني مش محسوبين من المينز، يبقى المينز 24. نشوف مع بعض اعتقد السؤال الاخير، لا مش ترم اول بس انا كان في مساله المفروض ان هشرحها لكم برضو فيها لوجاريزم مش عارف راحت فين، نشرحها المره الجايه ان شاء الله. طيب خليكم معايا، السؤال بيقول ايه؟ if a and b and c are arithmetic sequence، انا عندي دي arithmetic sequence prove that 1 over b minus c and 1 over a c and 1 over a b are also an arithmetic sequence. معلش انا اسف، اذا كان a و b و c arithmetic sequence اثبت ان الثلاثه التانيين دول arithmetic sequence. ماشي بص يا استاذي انا هعمل كده اهو واقول له ايه؟ انت حضرتك بتقول لي ان ال a و b و c arithmetics، دول arithmetics تمام، يعني b minus a is equal c minus b، بروزها كده اهو سميها 1 ونقول له كلام جميل جدا. تعال نكمل ونشوف كمل ايه بقى، نقول له طيب نمسح دي كده اهو مش هحتاجها يعني اهو. Since 1 over AC minus 1 over BC equal، اعمل subtracting الاثنين دول عادي جدا، ده في ده ده في ده ده في ده، 1 times BC ب BC minus
نيجاتيف 1 تايمز اي سي بنيجاتيف اي سي اوفر، نضرب دول في بعض تطلع اي سي مضروبه في البي سي كمان. ما تيجي فوق ناخد كومن فاكتور، ايه كومن فاكتور اللي هيتاخد فوق يا مستر؟ السي. يبقى الي بي ماينس اي اوفر اي سي بي سي، كنسل السي دي مع السي دي، يبقى الناتج اللي طلع عندي يا جماعه في النهايه كده عباره عن ايه؟ سي ماينس اي اوفر اي سي بي، سمي دي 2. ركزوا معايا ركزوا معايا تاني تاني تاني. لا بي سي فوق، انا خدت السي كومن فاكتور، يبقى لي بي ماينس اي، معلش فوق بي ماينس اي اوفر اي بي سي، كنسلت السي مع السي، وارجع اقول له سنس تاني. بص كده انا عملت ايه؟ انا قلت ده ماينس ده، يعني التاني ناقص الاولاني، هرجع اقول له ده ماينس ده، يعني التالت ناقص التاني، المفروض يديني نفس المقدار. هل هيديني نفس المقدار؟ لو اداني نفس المقدار تبقى هي ارثمتيك سيكونس فعل. هرجع اقول له ايه؟ سينس 1 اوفر 1 اوفر اي بي ماينس 1 اوفر اي سي، 1 اوفر اي بي ماينس 1 اوفر اي سي ايكوال، طبعا ده في ده وده في ده، يبقى هنا اي سي ماينس اي بي اوفر، اضربهم كلهم في بعض، اي بي اي سي، هاخد من فوق كمان فاكتور اللي هو ال A وافتح براكت، يبقى لي سي ماينس بي اوفر A في البي في الـ A في السي، كنسل الـ A مع الـ A، يبقى الريزلت بتاعي عبارة عن ايه؟ سي ماينس بي اوفر A سي بي او A بي سي، دي 3. بص كده على التلاتة، ركز معايا قوي، بي ماينس A يا جماعة اهي اللي انا عملته ده، بي ماينس ايه يا جماعه؟ اهي اهي. طيب سي ماينس بي يا جماعه اهي، سي ماينس بي اهي. طيب اخر حاجه بقى اللي تحت اي بي سي، اللي تحت اي بي سي او اي سي بي، الله ده بيساوي ده، بقول له فروم 1 اند 2 اند 3، فروم 1 اند 2 اند 3 ذير فور 1، نمسح بس دي الاول، ذير فور 1 اوفر اي بي ماينس 1 اوفر اي سي از ايكوال 1 اوفر اي سي ماينس 1 اوفر بي سي، therefore التلاتة دول 1 over AC and 1 over AB and 1 over BC are arithmetic sequence. لا أنا مش كتبتهم صح، المفروض دول يبدلهم 1 over AB and 1 over AC and 1 over BC are arithmetic sequence، برضو لخبطين. لا مظبوط إن شاء الله مظبوط. كده احنا خلصنا حصتنا، الحصه الجايه ان شاء الله باذن الله وهتكون سريعه، لان الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله لازم نخلص المنهج، عشان الاسبوع الجاي هبدا اعمل معاكم ريفيجن. حصتنا كده انتهت، واشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير في حصه الجبر برضو.